الكاتب الصحفي الجزائري المعروف محمد بن تشيكو، مدير واحدة من أكبر الصحف للأسف توقفت عن الصدور في الجزائر، لو ماتان. سيد محمد بن تشيكو مرحبا بك، اليوم 19 مارس بهذه المناسبة اليمين زروال يوزع رسالة على صحف جزائرية محتواها العنوان الرئيس فيها رفض ضمني أو يبدي معارضة ضمنية للعهدة الرابعة لبوتفليقة، ما تعليقك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحدث هو حدث يعني هم 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 كبير، يعني نعرفوا بلي رئيس زروال كان رفض باش يتكلم في الأيام اللي العام اللي فات والسنوات اللي مضوا. عهدة زروال هي رمز لينا احنا للجزائريين، كانت محاولة ديمقراطية وحبطوها، يعني حبشوها الناس اللي جابوا لنا بوتفليقة. وإلى اليوم يتكلم الرئيس السابق هذا يعني بلي كاين حوادث رغم ربما يجوا حاجة جديدة يعني راح تكون في الساحة السياسية الجزائرية على حسب ظني أنا. يعني من قبيل ماذا يعني من أحداث هذه تتوقع أستاذ محمد؟ ما ننسوش باللي رئيس خروال رئيس سابق هو هذه المرة الأولى اللي يتكلم، ومهما كان الحال يتكلم ما يتكلمش إلا باسم الباك، يتكلم باسم السلطة ولو كان بصفة غير مباشرة، يتكلم كذلك باسم السلطة العسكرية ولا إن بارتي دلارمي يعني. طيب زروال فيما وصلنا من أصداء من هذه الرسالة أستاذ محمد بن تشيكو ينتقد تعديل بوتفليقة للدستور في 2008. طبعا زروال وضع دستور هو العسكري وصف يعني بالتاريخي بين قوسين على اعتبار انه فقط دستور 2006 فيه عهدتين فقط رئاسيتين. ما تعليقك على هذا؟ هذا هو القصيد. المشكل كاع هنا. نعم استاذ بن تشيكو. نعم المشكل الاساسي هنا يتركز هنا في هذه النقطه هذه، خاطر الماده 74 تاع الدستور اللي تقول باللي كاين عهدتين ما كاش كثر للرئيس هي النقطه الاساسيه تاع الديمقراطيه. احنا اللي كانت بعد اعتبارها تؤدي الجزائر الى دي نورم ديمقراطيه عالميه، و كي بوتفليقة نحى هذه الماده هذه رجعنا الى لا نورم ديكتاتوريال، ولينا عاودنا ولينا للوراء. واليوم رانا مثل سوريا ولا مثل الجراند ديكتاتور ديمون. دونك الى يتكلم اليوم الرئيس السابق هو رمز على حاجه جديده اللي رايحه تكون عندها ريبركيسيون. هل يمكن ان تغير لو كور دي شونس في الجزائر، يعني انه العهده الرابعه مثلا؟ يعني الواحد ما يش بريسيبيت با، ولكن انا نظن باللي حاجه جديده بما ان نعاود باللي رئيس زروال ما تكلمش، هذا عنده 15 سنه ما تكلمش وعنده سمعه في المجتمع في الجزائر، وهو رمز للدلونات يعني المصداقيه
نتاع سياسه. الا طيب. تكلم انا نظن بلي يكون هناك نتائج هذه اليامات. ولكن في المقابل تاع العهده الرابعه السيناريو هو ان باساج فورس من هذه العهده الرابعه، يعني هذه العهده الرابعه تبخي سي محمد بن تشيكو، يعني هو هذا سيناريو مطروح. يعني هل تعتقد ان يوقف سير الامور وهذا دفعا واوركسترا العهده الرابعه والسيمفونيه الرابعه، هل يمكن ان يوقف رساله من زروال ان توقف عزف هؤلاء للسيمفونيه الرابعه؟ ما نقدرش نعتقدوا هذا بكل ما ننشير يعني، ولكن يكون هناك اشياء جديده في الساحه. هذه من 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 سكيسور يعني ساتنا سيكو. لما يتكلم اليمين سروال هو وكأن تكلمت فئة من الجيش. ولكن في المقابل طبعا آخر المصرحين في موضوع علاقة بوتفليقة بالجيش أحمد ويحيى، طبعا وأنت كتبت عنه وحتى بعنوان مثير للجدل في توسور الجيري بوكوا، يعني بما معناه لماذا تكذب علينا يا ويحيى؟ وقرأ الجزائريون مقالاتك على حول عودة ويحيى، ويحيى يقول ومعه بالخادم وكثيرون بأنه ليس هناك خلاف بين الرئيس بوتفليقة والجيش. هذا الكذب كذب عنده 15 سنة مليون يكذبوا علينا بهذا الأسلوب. الجيش غلط كي جاب بوتفليقة في 99، الجيش غلط غلطة كبيرة، ولما حب يكون رد فعل كانت سيتي تروتار، كانت خلاص، كانت بوتفليقة دار الكوديتا داخل البلاد وداخل العسكر. واليوم اليوم الانيشيتيف تاع سروال تعني بان الجيش ما يقدرش اليوم الجيش ما يقدرش يسكت امام الانخفاض الوطني. طيب. وقتل ريسك اللي راه تجيبه منا هذا العهد الرابع. ولكن في المقابل تقول بان الجيش اخطا في 1999 لما جاب بوتفليقه، هناك من يقول انه اخطا اكبر خطا للجيش هو في 92. عنده حساب غلط لخاطرش يكرويي افوار افير ان هوم عنده اخلاقيات. ما عندوش اخلاقيات. هذا هو الشيء الاساسي تاع بوتفليقه اللي امورال. طيب. ولكن في المقابل بالعوده الى الجيش، سأعود الى الرئيس بوتفليقه، وهناك من يقول بانه موقفك موقف شخصي منه استاذ محمد بن تشيكو في موضوع الجيش، قلت بان الجيش اخطا، هناك من يقول بانه اكبر خطا للجيش هو في 92. في 92 وانت كنت احد الذين دعموا وقف المسار الانتخابي، تدخل الجيش، انقلاب 92. نعم. طب هل طبعا في حوار مع موقع اسمه كابيل.com قلت بانك يعني سئلت حول هذا الموضوع وقلت بانك ضمنيا يعني انك اخطات، كنت تعتقد بانه فقط قرارك كان مبني على مخاوفك من الاسلاميين وان الامور تغيرت بعد ما اخذته الامور في الجزائر، انك غيرت موقفك، هل تؤكد هذا الكلام؟ لا ما غيرت موقف لا 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 لا. طيب. لا ما غيرت موقف انا نظن باللي لانتيريبسيون دي بروسي الكتورال حاجه، ولكن الاشياء اللي قلت عليهم باللي غلطنا فيهم هو غلطنا كي كونت انا انتربريتي سيرتان شوز تاع الارمي. سيبري ما وليتش اللور يعني في الموقف تاع تاريخيا تاع الانتريبسيون دي بروسي الكتورال. طيب الان في ما يخص بوتفليقه، هناك من يقول موقف طبعا نقدي الواضح ل بن تشيكو الذي تلخص في ربما الصمم تاع موقفك من الرئيس بوتفليقه في كتابك بوتفليقه ان امبوستور الجيريان،
البعض يقول بأنه موقف من الرئيس بوتفليقة ليس موقفا موضوعيا، يعني نقدك ليس موضوعيا، يعني سي با اوبجيكتيف سي سوبجيكتيف، يعني قضية شخصية. لا، قالوا بزاف حوايج. انا اليوم رانا نشوفوا، انا كان مادا بيا نقول لك في الحقيقه مادا بيا يكون انا غلط ويكون عندي وكان موقف سوبجيكتيف وما يكونش واش راهو الشيء اللي راهو واقع اليوم في البلاد. في 99 قالوا عليا اكزاكتومون كاين مشكل شخصي، ولكن لو كان جات صح ماذا بيا تكون صح. اليوم رانا 15 سنه من بعد رانا نشوفوا في الساحه الجزائريه اللي يا للاسف واش الشيء اللي كتبته امامنا يعني. سي اون بريديكسيون، يعني كانت نبوءه منك واش يحصل في الجزائر؟ ماهيش بريديكسيون. انا شفت مع الاول شفت باللي كنت انا جوي باللي الشخص كان يكذب علينا كان يكذب علينا وجاي بوت واحد اخر، وكنت عارف وكنت نشوف فيه باللي ولكن في المقابل سي با سي بوتفليقه ليس ريزولتا تاع ان بروسيسوس اللي بدا وانت دعمته في البدايه، يعني نعود اليك في 92 سي با ان ريزولتا ماهوش كونسيكونس. جامي دعمته. جامي لا اقصد انت دعمت الموقف المسار الانتخابي الذي جاء احدى نتائجه هو بوتفليقه، يعني في 99 من اوقفوا المسار الانتخابي جابوا بوتفليقه في 99 اليس كذلك؟ ما إلا سمحت تفضل. لما استقال جميل سروال، لما استقال لازم نسألوا نفوسنا وعلاش استقال الرئيس سروال، شكون اللي استقال، شكون اللي أداه للاستقالة؟ كانت الجزائر كانت في حاله يعني صعيبه، ولكن كان استقرار. وعلاش جابوا بوتفليقه؟ واليوم رانا 15 سنه رانا نشوفوا من بعد، اليوم رانا في مع حكومه مرتزقه مع انتهازيين مع الازمه اللي راهي رايحه اللي راهي السياسيه واجتماعية. طيب ولكن رحيل زروال، استقالة زروال، ألا تتحمل الصحافة الجزائرية؟ ويقال أنها لو ماتان في تلك الفترة وكنت تمديرها ربما تتحمل مسؤولية على اعتبار الحملة التي شنت على بتشين آنذاك أليس كذلك، والتي أدت إلى استقالة زروال في النهاية. ما ردك على هذا؟ ممكن نقراوها هكذا، ولكن نعرفوا بلي السبب الرئيسي اللي جعل سروال يستقل هو رفض باش يدير لي زاكور مع لايس مع الجيش الاسلامي للانقاذ. نعم، ولكن في المقابل يقال بانه السبب هو فقط رفض لانه اختلف مع المخابرات، لان هي اللي عملت من وراه الاتفاق مع الجيش الاسلامي قد ولم يكن يعلم، وغضب لهذا لانه يعني تم لم يكن يعلم بهذا. انا شوف يا الا سمحت تفضل استاذ محمد تفضل. واش راح نقول فم كونسيرن؟ انا بعد اعتقادي في 99 كانت مؤامره ضم الجيش وضم بعض العواصم الغربية اللي حبست تجربة نتاع الرئيس السهروال وجابوا لنا هذا السيد هذا. وتتوقع العهد الرابعة؟ هناك من يقول العواصم الغربية فرنسا بالذات وتب فرنسا، يعني أيضا لو يكون هناك ضوء أخضر من فرنسا أو مباركة فرنسية، ما مدى فريق بوتفليقة في العهد الرابعة؟ هل تتفق مع هذا الرأي؟
ما فهمتكش. اسكو سي نافي با ان فو فيغ من باري ما كانش تكون العهده الرابعه، ما رايك في هذا الكلام؟ انا من انا هذه Non, c'est, vous, c'est, si vous voulez, exprimez-vous en français, c'est Monsieur Mohamed. Non, ما كان ليكون هناك الدفع سو باساج اوف فورس للعهده الرابعه تو بخي بدون ان فو فيغ من باري واشنطن، ما رايك؟ انا جو بونس باللي رئيس بوتفليقه والانتوراج نتاعو داروا تحالف ضد الجزائر باش يبقاو في الحكم، هذا اعتقادي. طيب سؤال اخير، سؤال اخير استاذ محمد، في اعتقادك الامور الى اين؟ اوفا لالجيري؟ انا نظن باللي اليوم واليوم الحدث نتاع اليمين السروال هو بالك فيها شويه ضوء، يعني راح يدخل في الساحه الجزائريه، ماهوش ممكن تكون العهده الرابعه، ماهوش ممكن، ماهوش ممكن، ماهوش ممكن، خاطرش الانعكاسات راهي تكون ضخمه وتكون كحله في البلاد وفي لا ريجيون، ماهوش ممكن. لازم والمبادره اللي داها اليوم اليمين السروال هو يعني تعني باللي شخصيات، مهما كان شخصيات هذو، مهما كان الافكار تاعهم، مهما كان لازم الشخصيات والشعب والفئات الاجتماعيه لازم تنوض وتاخذ مبادره باش تحبس العهده الرابعه. العهده الرابعه فقط ام انهاء النظام حكم 52 سنه بركات كما تقول حركه بركات؟ كي نقولوا العهده الرابعه هو نحبسوا الحكم اللي انتج من 62، اللي اليوم رانا 19 مارس رانا نحتفلوا بالسيسي الفو بليزاكو ديفيون، هذا الحكم هذا اللي خرج من الكوديتا تاع 62 لازم يروح علينا ويخلي انفا الشاب الشبيبه الجزائريه